بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ويزداد ألمك. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله يا الله، ما هو موقفنا يوم القيامة؟ يا الله، ما هي موازيننا يوم القيامة؟ يا الله، ما هي حسراتنا يوم القيامة؟ يا الله، ما هي أعذارنا يوم القيامة؟ يا الله يا الله يا الله، من لنا سواك؟ من لنا سواك؟ من يستجيب نداءنا؟ من يرفع ضغطنا؟ من الذي يجيب دعاءنا؟ من الذي إذا عصينا تذكرنا وعفى عنا؟ من هو الذي إذا تلهمت خطوبنا نادينا يا الله؟ من سواه؟ من سواه يا ابن آدم؟ من سواه يا أمة الله؟ من سواه يا عاصي؟ من سواه يا مغرقا بالأغاني والحرام؟ من سواه؟ أليس الذي سمع؟ أليس الذي منع؟ أليس الذي أعطى؟ أليس الذي يغفر؟ أليس الذي يرفع؟ أليس الذي يشفي؟ أليس الذي يعطي؟ أليس الذي يمنع؟ أليس الذي يمنع؟ أليس الذي يرفع ذكرك؟ أليس الذي يسمع صوتك؟ أليس الذي يغفر لك؟ أليس الذي يتولاك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينادون: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. لا إله إلا الله،
أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب لأجل من؟ لأجلك يا ابن آدم، لأجلك يا ابن آدم، لأجلك يا أمة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وجيء بالنبيين، وجيء بحبيب الخلق صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلق، والأمم جاثية، والأحوال عظيمة، والكربات جسيمة، والأصوات عالية، والأطقاب خاضعة، ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام.